قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون هناك خلفاء يكثرون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا بيعة الأول. فالأول، قال: وفوا بيعة الأول فالأول، ثم أدوا حقهم، وسألوا الله حقكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وما كان هذا التنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا لما يعلمه من أهمية تنصيب وبيعة الولاة، لأن بهم بإذن الله تجتمع الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما الإمام جنة، يعني الوالي، إنما الإمام جنة يتقى به، يعني هو بإذن الله بمثابة الدرع بإذن الله لحماية المسلمين والذود عنهم بإذن الله عز وجل.